تقبل بها الحال زوج بها وما نسمحش فيها برانسيب باسكو ما كاش لي ضامن يقول صحيح وسمحت. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا العدد الجديد من حصتكم صريح جدا. اليوم نزلنا للشارع حبينا نشوفوا هل يقبل الجزائري بالزواج من امراه لها مرض. تابعوا معنا شوفوا كيفاش حتكون الاجابات. تقبل انت تزوج بمرأة يعني مريضة لها مرض؟ ايه نورمال نتزوج بها ماشي مشكل. مريضة نتزوج بها نورمال الا كنت نبغيها بيان سير ما كاش بروبليم بسو كاع نقدروا نمرضوا ما دي نقدر نعاونها بالك ما نقدرش تزوج بها ما نقدرش امبوسي يعني مرأة لها مرض ما تقدرش ما تقدرش امبوسي كاين مرض اذا مرض مقعدة هلا غالب ما نقدرش مع الاسف شديد. وانا قبل ناكسبتيها ماشي بروبليم كونطرال جرى عليها هذا السجي بكل صراحه عندي واحد 3 جور كنت قصر معاه مع الجماعه تاعي هكذا اذا كانت تستاهل هكا تستاهل بمعنى الكلمه انا المرض كاع نخليه بجهه ما نكذبش عليك كوتي تاع رجله انا انسان رجله بزاف ومع روحي ومع ربي ما تكون مريضه وتكون معايا ديك الطفله فحله وفالا بوسيري والله غنزوج بها وما نسمحش فيها زوج بها وما نسمحش فيها واني صريح جدا هي ما كانش مصرحتني بلي كانت مريضه شغل حشمت راك فاهم ومن بعد هذيك نفيق لها والله غير نقبل بها ما تكون مكفوفه اخو راك فاهم والله غير نقبل بها بكل صراحه صريح جدا الحاج راك فاهم مكفوفه هكذا عميه ما تشوفش ونقبل بها الحاج على جال المرض اللي ما نسمحش فيها صح ما نسمحش فيها باسكو صح صرات نرفد في كتافي وانا ودارنا ويما وماشي بروبلام كاع تكون عندها مثلا اعاقه الا كنت نبغيها بيان سير كاش بروبلام باسكو ما كاش لي ضامن يقعد صحيح نقولوا عندها مرض مزمن ما كانش مشكل كاع زعما لا بغى اي حاجه زعما لا بغى كاع ما تتمشاش لا بغى باراليزي ولا عساك من هكا زعما اوكان بروبلام بارابول ليا مالك ما تقدرش يا اخي حسب الخدمة حسب المعيشة على حسب تزوج بها ما نقدرش يا اخو كون عندي المال ولاباس بيا لا ما نزوجش بها نقدر نزوج بثلاثة أربعة كاع مرضى وكاع نعيشهم بصح يكونوا عندك ما عندكش ايه ما عندكش باش تقدر تعيشها كان عندها السكر اللي تعرفها اللي كنت نعرفها هكذا ومن بعد ما منعكش ما منعني حتى حاجة وكونترير قلت لك كانت طاني إرادة وكانت طايتني واحد شغل نشوف في روحي ما تخليهاش تحس باللي مريضة جامي خليتها حست باللي كانت مريضة تي بارينا باسكو صرالي ليا أنا مشكل وما قدرتش تسمح ماشي ما مشي بيدها ومشي بيدي تسمى شغل داخلة في العقاب في المؤسسة واحد صوالح وكاع سجن. في السجن يعطيك الصحة وسمحت عندها مرض مزمن والله يا حبيبي أنا ما عنديش إشكال أقسم بالله تكون وحدة إنسانة قانوعة هكا ومتربية هكا سيبون هذاك هو صح قسما بالله ما تكون مريضة ما أنا ضرك أما صاحبتي اللي عندي ما هيش زينة إنسانة سامبل كي تشوفها ما تقولش بلي هذه المرأة اللي أنا باغيها على جات واحد لي برانسيب هذا مكتوب ربي سبحانه احنا ما نعرفوش من مكتوب الله سبحانه هاك فاهم تزوج يا اخو لو كان كون مع الطفله هذه وشتيتها ثم وهي معايا نورمال عادي قولوا يعني عندها اعاقه بالك ما تهدر عادي ما تهدر نورمال والله غير نورمال كي تكون تحب بنادم نورمال الحوايج هذو ما تشوفهمش قبل تزوج يعني بمراه تكون عندها اعاقه اه وعلاه انا ديزاني مزوج من طلقه انا كنت نصيب وحده معوقه هذا قاعد نزوج بها انا شوف عشقت فيه وحده بكل صراحه راك فاهم خو مالي امر دوليش ما قبلوليش الحاج دادو كلو يعبدوا الماده ويعبدوا الدراهم ويعبدوا كان شي بنات طماعات 10% ماشي قاعيتك شوف انسان شحال تخلص ماشي تقول مع الزوج بالانسان حتزوج بشهريته ولا بطونوبيلته ولا بدارو شحال تخلص ولا شحال تخدم ولا يخلص 10 مليون يما شتي يخلص 10 ملايين وعنده سيريسيس وعنده كذا الله ماشي هكذا صح الحب الحقيقي من القلب ما كاش كيما نقاء الروح ونقاء القلب خويا العزيز كاش كيما تكون صافي مع ربي انت لو كان يتقدم واحد اللي كيخطبك يكون يعني مريض لا عنده مرض على حسب المرض واش من مرض
على باليش انايا جو بونس عنده مرض مزمن. شنكسبت فا ما نقدرش نتحمل لا ريسبونسابيليتي، ما نقدرش نتحمل لا ريسبونسابيليتي.